السلام عليكم ورحمة الله. موضوع الدعاء على أولادنا حرام علينا طبعا. احنا دايما شوفوا حتى القرآن ده وهو بيتكلم عن صفات عباد الرحمن، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. شوفوا أهل الإيمان وأهل الصلاح بيقولوا إيه، مش بيدعوا على أولادهم، ده بيدعوا لهم بالهداية، بيدعوا لهم إن هو ربنا، إن ربنا يكرمهم، إن عينيهم تقرب أولادهم. فمسألة إن إحنا ندعي على أولادنا حرام، نتقي الله، دي نعمة ربنا مديها لنا يا كوثر فنحافظ عليها. أولادي لازم يغلطوا، لازم بلا شك. أولا عقولهم مش زي عقولنا، ثانيا هم ما يعرفوش الصح من الغلط زينا، لأن ربنا مش بيحاسب الأطفال. يعرفي على القلم عن الصبي، أما يبقى الابن عنده 4 سنين لازم الولد يطلع يجري ويعيش طفولته يا ناس. أنا كل ما أشوف الراجل اللي كان بيضرب الأطفال في دار الأيتام أنهار أنهار. إيه ده؟ ده مش قلب، ده مش بني آدم، ده ربنا نزع الرحمة للدرجة دي بالشلوط ويضرب وبالألم؟ ليه؟ مش كفاية اليتم؟ وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. يعني ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك وجعلك في مكان وادالك نعمة. الأطفال المخزون بتاعهم بيقتضي إن هم يغلطوا وأنا أعلمه أجيبه بالراحة، قلت تعالى اللي أنت عملته ده غلط، هيعيدوا تاني، يعيدوا تاني وتالت وعاشر. أمال أنا وظيفتي إيه؟ إذا كان الله 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 في سماه ما بيعاقبش الولد، ورفع القلم عن الصبي ما بيتكتبش عليه. يعني الأطفال دولم اللي يموتوا وهو صغير دولم دعاميص الجنة، دعاميص زي سيدنا النبي ما قال. الدعموس هو الطفل الصغير البريء يدخل الجنة، ولذلك الأطفال دولم ويطوف عليهم ولدان مخلدون. الولدان دولم بيطوفوا حول أهل الجنة كده بأكواب الخمر بتاع الجنة واللبن بتاع الجنة والعسل بتاع الجنة، ويفرحوا ويمرحوا ويلعبوا في الجنة. فالطفل ده دايما احنا كنا نقول الأطفال أحباب الله. كان سيدنا عمر كان يتعمد انه يجيب الأطفال يوقفهم كده يدعي ربنا ويطلب من الأطفال ان هم يأمنوا، لأنه الأطفال دول لما ظنت ان ربنا هيقبل منهم ما تلوثوش وما نعملوش اللي احنا نيلناه واللي احنا عملناه. فالأطفال دول معاملتهم معاملة تانية خالص. هيتعصب عليك، الولد ما بتعصبش عليك عشان هو بيتعصب عليك عشان هو عصب، لا يا ستي، الولد بيتعصب عليكي عشان انت عصبية عليه، الولد بيتعصب عليكي عشان بيشوف رد فعلك ايه، الولد بيتعصب عليكي علشان هو فاقد للحنان، الولد بيتعصب عليكي عشان هو فاقد للحب، الولد بيتعصب عليكي لانه هو مش بيتلبي له طلباته، فبيتعصب لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة ومضاد له في الاتجاه. فعشان كده انت خلي بالك من الحتة دي، ونخلي بالنا من الحتة دي كويس جدا جدا جدا. معاملة الأطفال معاملة راقية جدا، ممنوع الضرب، ممنوع الإهانة، ممنوع الزعيق، ممنوع الشخط، ما هو كده وخلاص، ما ينفعش، دي مش تربية، أنا بكسر في شخصيته، ببهدل شخصيتها بهذه الطريقة. شفتوا موضوع الأطفال؟ زي ما قلت لكم الولد ممكن يكون عنده مشكلة نفسية، ممكن يكون بيسرق، يكون بيضرب، يتعصب، بيغضب، بيكسر الكباية، بيكب العصير بتاعه ويكب اللبن في الأرض، كل الحاجات دي هو بيعملهاش لأن هي غلط بالنسبة له، هو بيعملها عشان عايز يستكشف البيئة المحيطة من حوله، هو بيعملها علشان عايز يقول أنا فاقدني، أنا فاقد حاجة معينة. اهتمام الأسرة منصب بالطفل التاني أو الطفل اللي قبله أو اللي بعده، أو مفيش حنان إحنا بنديهوله. ولذلك لما تاخدي ابنك كده بين دراعتك وتطبطبي عليه الولد نفسيا بيرتاح، وعالم الطفولة ده عالم تاني، لازم تقعدي معاه وتكلمي تقول أنا بحبك. وبعدين لما تيجي الضرب ممنوع، ممنوع 4 سنين ممنوع، ممنوع، حرام حرام حرام، ضرب الأطفال في هذه السنوات حرام، ما ينفعش. هتقولي لي ما هو بيغلط، بيغلط أنت تصلحي له غلطه، أنت تعرفي إيه الصح من الغلط. هيغلط تاني وتالت وعاشر، هيكسر الكوباية، هو يعني عمره أحسن من الكوباية؟ ما يكسر، هو احنا بنشتغل ليه؟ احنا شغالين في ساقية ليه؟ شغالين احنا مفحوتين طول اليوم، انت واقفة في المطبخ طول اليوم النهار ليه؟ ما لهم؟
فعلشان كده اهدي شويه، خد الولاد بالراحه،